في خطوة أثارت غضب أولياء الأمور والمعلمين مع اقتراب بدء فصل دراسي جديد، تلقت عشرات المدارس في بريطانيا أوامر بإغلاق بعض مبانيها لاعتبارها غير آمنة، الأمر الذي يضع حكومة ريتشي سوناك أمام أزمة جديدة. وزارة التعليم البريطانية بررت قرارها المثير للجدل بأن 156 مدرسة تأثرت جراء استخدام الخرسانة الرغوية، وهي نوع من الخرسانة المسامية خفيفة الوزن تكون كثافتها أقل من كثافة الخرسانة العادية في بناء بعض مبانيها التي تقول السلطات إنها تواجه خطر الانهيار. لا تقلقوا، لقد عملنا على هذا كثيرا وبشكل مكثف. لدينا فرق لتقييم أوضاع المدارس المتضررة. نحن نتحدث عن 156 مدرسة من أصل 22,500 مدرسة لدينا، لذلك بالنسبة لمعظم الناس لن تتأثر، ولكن بالنسبة لأولئك المتأثرين فإن الأولوية لي هي سلامة الأطفال. وعانى نظام التعليم البريطاني الذي لا يزال يتعافى من أثر التعليم عن بعده جراء جائحة كورونا، عانى إضرابات المعلمين لمدة 6 أشهر خلال هذا العام بالإضافة إلى نقص التمويل. ويزيد انهيار البنية التحتية الحيوية التحديات التي يواجهها رئيس الوزراء البريطاني ريتشي سوناك الذي سيخوض انتخابات عامة مقررة العام المقبل في أعقاب إضرابات في قطاعات التعليم والرعاية الصحية والنقل. من المثير للغضب أن يعرف الوزراء منذ 5 سنوات أن مدرسة انهارت متأثرة بهذا النوع من الخرسانة المتفتتة. لقد أثرت منذ أشهر الحاجة إلى اتخاذ إجراء، وقد حان الوقت لأن ينشر الوزراء القائمة الكاملة للمدارس المتضررة. وعلى الرغم من تأكيدات وزارة التعليم البريطانية بأن غالبية المدارس المتضررة ستظل مفتوحة لجميع التلاميذ، لأن الخرسانة المسببة للمشكلة لم يتم العثور عليها إلا في جزء صغير من مباني المدارس، فإن بعض المدارس ستواجه إغلاقاً كاملاً حتى وإن كان مؤقتاً. قرار السلطات البريطانية بشأن تأثر المدارس جاء قبل أيام فقط من عودة التلاميذ إلى مقاعد الدراسة بعد عطلة صيفية مدتها 6 أسابيع، مما يثير تساؤلات حول سبب إعلان الحكومة لهذه الخطوة في اللحظة الأخيرة.